معنا اليوم الأستاذ سلطان الناصر. مرحبا سلطان. مرحبا. أهلا. كيفك؟ الحمد لله بخير. جايني أتعرف صراحة عليك أكثر بأسلوبك أنت. الله طبعا أنا شفت few of your drawings وعندي a bit of questions عنها، بس حابة أعرف أنت كيف بدأت والخلفية حقتك، وبعدين we'll relate to your work. طبعا بداية زي أي واحد بدأ فن من زمان. تقريبا بدأت أنتبه للموضوع ده في المتوسط، خلينا نقول طبيعي في المتوسط. في ديك الفترة عملت مجموعة رسومات على دفاتر الرسم القديمة وديتها لشخصية مرة معروفة في ذاك الوقت في الفن. للأسف أداني إحباط. والله إحباط ما بعده إحباط، خلاني أوقف رسم لفترة حوالي إلين ما صرت في الجامعة. أنا ما كنت أرسم، ما كنت أسوي ولا شيء. دخلت هندسة architecture وركزت إنه يعني هذا خلاص كانت هواية وراحت. بعد كده رحت كملت في أمريكا. لما وصلت أمريكا كان في culture knowledge، يعني كانت كانت الفكرة إني بروح أتعلم المجتمع كله إيش فيه. في الوقت هذا تعرفت على الارت بطريقة مختلفة بالأصول حقته، فقررت إني أترك الarchitecture وأدرس fine art. من جد؟ إيه. شفتت completely. Completely. كنت بخلص 6 سنين architecture في السعودية. أوكي. ورحت بدأت من الصفر في أمريكا في الفاين آرت. في أي ولاية معلش؟ في تكساس. تكساس، أوكي. اللي صار بعد ما درست الفن كله حبيت أثبت لنفسي إنه فعلاً هي يعني أنا أقدر أرسم، مو إنه عندي أفكار وأبغى أطلعها، أبغى أعرف يعني أبغى أثبت إن أنا رسام. هذا جزء من الإحباط اللي جاك. أيوة يعني طبعاً يعني طبعاً يعني تفكر إنه واحد تينيجر يعني مراهق بتقولي له انت ما تعرف ترسم. ايوه.